دابا وصلت سيدي مع 900 دقائق كما كتشوفوا الاخوان، 900 دقائق الساعه القديمه يعني الساعه تبدلات الساعه واحده دابا اللي كاينه. المهم 900 دقائق يعني كما شفتوا الطريق يعني طرت طرت يلا دابا تقريبا تحرك في 7 دقائق هي هذيك كما كتشوفوا ما عرفتش على ديالها. ان شاء الله نكمل الطريق ونتمنى ان شاء الله ما نعياش ونكون يعني واحد الصوف ديال مزيان. صراحه جيت كنحس شويه بالعياء مع العكابي بزاف كما كتشوفوا هنا. تقريبا هذه البلاصه كلها مجبله، الا كتشوفوا هنا جيت داك الشجره راه هي كلها تما جبال كتبان ربما كتبانش في الكاميرا. تقريبا شي 15 كيلومتر ولا اكثر كلها عقبه، عين معقباش بزاف صراحه مايلها شويه ولكن السوفي ديال تحيدوا ليك. يلا الاخوان بقوا معايا في الفيديو. السلام عليكم، تابعوا معايا الرحله. تيداس كما كتشوفوا هذا من الطاكسي ديالو في الاتجاه هذاك من الطاكسيات كما كتشوفوا الكراوا واقفين هنا في كاين القهاوي في كاين الحوانت. سيدنا المدرسة خارجي
الاخوان بغيت نوريكم واحد المنظر صراحه زويون. انت هي خويا خالد اولا، خويا زهير، خويا امين كركوشه، خويا مصطفى الحليفي، خويا يونس البناي. المهم واحد الديكور ابو زويون بغيت نوري لكم. انا بقى لي تقريبا الوالماس، بقى لي تقريبا نقول 40 كيلومتر اللي بقى الوالماس. غنبقى غادي نتصور حتى نجيبها مع العشاء. واحد الديكور زويون هنا، الجبال تبارك الله، كي الجبال راه كتبان في كاميرا صغار، الجبال راه كبار هنا. هذاك اللي صغيور ما دار كبير بزاف، هذا تا هو كبير، هذا صغار من هذا. اما الباقي شوف تبارك الله المنظر كي داير، ولكن عرفتي الطريق كي داير كل عقابي ما بين يعني المعازيز جايه لتيداس معقبه شي شويه من تيداس. يا خويا الطريق ديال الوالماس كلها معقبه بزاف كاع. طلعي ما بغاش تحيدو، طلعي تقريبا نقول شي 20 كيلومتر ولا اكثر. انا جالس نضرب في طلعي حيت خصني نوصل دغيا، ما كنقلبش على شحال الكيلومتر وداكشي. تحيه لكم.